حالة الوبائية ببلادنا سجلت 259 حالة إضافية، بطبيعة الحال حالات مؤكدة مخبريا، وسنعود لهذه الحالات. كما أن الحالة الوبائية سجلت مع الأسف 3 وفيات خلال هذه 24 ساعة، فوصل مجموع حالات الوفاة منذ بداية هذا الوباء إلى 130 حالة وفاة، فيما سجل والحمد لله 20 حالة شفاء تام إضافية خلال هذه 24 ساعة، فيصل بذلك مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية هذا الوباء 249 حالة. فيما يخص هذه الحالات الجديدة التي أدت إلى أن نبلغ إلى حدود الساعة 2283 حالة مؤكدة منذ بداية الوباء، فإنها تتعلق أساساً بالبؤر العائلية التي نتكلم عليها خلال هذه الأيام الأخيرة، ولكن هناك أيضاً بؤر همت بعض الوحدات التجارية والصناعية بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وإلى حد ما مدينة فاس، حيث أنه بلغ مجموع الحالات المؤكدة في هذه البؤر على التوالي 85 حالة، 66 حالة، 21 حالة، ثم 68 حالة. وخلال هذه 24 ساعة فقط تم تسجيل في هذه البؤر الأربعة 113 الحالة. فإذا أؤكد الحالات المسجلة خلال هذه 24 ساعة 259، وإجمالي الحالات المؤكدة إلى حد الآن هو 2283. بالنسبة للتوزيع الجغرافي، لأنه طلب منا أن نتكلم عن التوزيع الجغرافي وألا نغفل هذا الجانب، فإنه لا زالت الدار البيضاء سطات هي الجهة التي سجلت أكبر نسبة من الحالات ب 29.8%، تليها جهة مراكش أسفي ب 21.3% من الحالات، ثم جهة فاس مكناس ب 13.9%، ثم جهة الرباط سلا والقنيطرة ب 11.3%، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة ب 10.1% من الحالات. ملاحظة أخرى هي أنه في هذه الأيام الأخيرة لاحظنا انخفاض نسبة الحالات التي تم التكفل بها وهي في حالة صحية متطورة أو حرجة، حيث انخفضت هذه النسبة ليصل المجموع ديال الحالات الصحية أثناء التكفل بالحالات بالنسبة لمجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء الحالات الحرجة والمتقدمة فقط 9%، والحالات الحميدة والبسيطة 75%، والحالات التي لا تبدو بتاتا عليها علامات 16%. بطبيعة الحال لازلنا نكتشف عددا أكبر فأكبر من الحالات ضمن عملية التتبع الصحي للمخالطين، والذين بلغ عددهم إلى حدود اليوم 12357 مخالط، 5174 منهم لا زالوا تحت المراقبة الصحية. وهذه العملية بطبيعة الحال مكنتنا إلى حدود اليوم اكتشاف 1128 حالة بطبيعة الحال من بين كل الحالات المؤكدة، وفقط خلال هذه 24 ساعة من بين مجموع الحالات التي تم اكتشافها اليوم وهي 259، 149 حالة تم اكتشافها عن طريق هذا التتبع الصحي للمخالطين.